معاكم سلوى سيد في المطبخ. النهارده جالكم معايا فيديو جميل، تنظيف الفراخ في البيت، وكل ست شطوره جميله كده اهوت هتسالني ازاي. وطبعا انا هقول لها اتفضلي ادوسي لايك وتفرجي معايا على الفيديو وتابعيني خطوه بخطوه، وانت هتعرفي ازاي انا نظفت الفراخ ديت. يلا نسمي بسم الله ونشوف مع بعض ازاي انا نظفت الفراخ ديت، وهي بطريقه سهله وبسيطه. يلا نسمي بسم الله، اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. حبايبي كل سنه وانتم طيبين. النهارده بنجهز الفراخ الجميله بتعمل المسكره ديت. النهارده يبقى يوم اشغال شقه بالنسبه لي، تابعوني انا بنضف بقى الفراخ، انا هتبعها وهرجع اوريكم هنضفها ازاي. ماشي تمام، تابعوني هنضفها دلوقتي. يلا هتبعها وارجع لكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين حبايبي طبعا انا نضفت الفراخ كلها، وبعد قصدي دبحتها، وبعد ما دبحتها جيت عند الحوض غسلتها من هنا عشان الدم ما ينشفش فيه، والميه هي اتغليت هوطي اهو على الميه وهنسمي بسم الله ونسقط اول فرخه اهي بالراحه كده، بالراحه اهو كده، تبداي ماسكه رجليها وتسقطي كده عشان كله يروح الميه اهو. تمام، تعرفي ازاي بقى ان هي ده ليش هتعمل؟ تقومي ماسكه من هنا كده وتشدي، لسه هو ناشفه شويه اهو، لما يشد جامد تقومي ايه شايلاه. تمام، ما تخافيش ان الميه غليت ومطين النار وما تخافيش خالص اهو. تمام كده بالراحه اهو، تمام خلصنا كده هنطلعها. متاكد برضك ان الجناح تحلي على قد ما تقدري بالراحه، تشدي الجناح كده خلاص اهو كله طالع، شايفين اهو. تمام اهو، نحط في الطبق. تعالى كده هنا يا اسلام معايا اهو، تعالى هنا تعالى، شايفين. هنحط بقى تحت الحوض كده في المصفى، لو عندك مصفى اكبر من كده ماشي، وتقومي ماشيه بالراحه كده، وتقومي شايله ايه الريش بتاعها كده على الميه عشان ما تهرش معاك اهو كده اهو، ويبقى كله في قلب المصفى عشان الحوض ما يستد اهو. وريني يا اسلام كويس اهو، شدي كده تحت الميه اهو. طبعا هي كانت سخنه وبسرعه عشان الايه الجلد ما ينهرش منك قد ما تقدري، تشيلي كل الايه الريش. تمام اهو، خلص كده ونوريها لكم. شايفين حبايبي، وعملت واحده ثانيه اهيت، بعد ما بردك حطيتها في الميه المغليه بسرعه طلعتها، وقمت حطيتها في الحوض في المصفى، وبعد ما شغلت عليها الميه الساعه جبتها. ونتاكد بردك ان هي اتعملت، لو انت تاكدي من الرجلين كده اهو، تاكدي ان الرجلين بتقشر كده، القشره بتاعتها عارفه ان هي ايه، انت صمتيها كويس هي تمام. تقعدي شايله الريش بقى بسرعه كده بالراحه اهو، يا اما كده يا اما كده اهو، هو ما دام اتعمل كويس. انت لو عملتيه كده بيتشال على طول اهو، ماشي، عشان رجليا وجعاني. اما نضفت واحده بس هحط عشان اوريها لكم، والباقي هنضفه هنا في الطبق واوريهم كده يا اسلام. وجايبه هنا جردة الميه، بعد ما اخلص هروح اغسلها فيه كده شايفين حبايبي، لدينا خلاص تنظيف. تعملي كده بالسكين على خفيف، بص السواد اللي نازل ده اه، شايفين السواد ده باين يا اسلام، ده بص ريش اسمر اهو صغير، بس انت ما تعملي كده بالسكين اهو بيطلع اهو. تعملي كده بالراحه خلاص على خفيف كده، تمشي بالراحه عشان ادوست جامد وانا بتكلم عمل، بتدوسي كده بالراحه يطلع اهو اكتر من ضفرك اهو كده، تعملي كده يطلع. بصوا السواد دوت عباره عن ريش اسود تحت جوه الجلد اهو، تعملي كده يطلع اهو. الحته دي طبعا بتتشال اهي، هشيلها دلوقتي اهي وارميها، دي حاجه مش كويسه بتعمل زفاره اهي. تمام، هشيل الرجوله اهي، هشيلها بس من فوق شويه عشان احنا ان شاء الله هدول هينحشوا، فنعمل ايه من فوق شويه. سبع ايدك شويه اسلام كده اهو كده، ونشيل الرجول دي. طبعا انا هسويها عشان عندنا قطط، هنديها القطه الصغيره بتاعت مصطفى ويوسف اهو كده، واسيبهم بقى كده في الميه لحد ما اخلص بقيت ايه كل تنظيف الفراخ. ماشي، هننضف كويس ونعيد عليها مره واتنين وتلاته. تمام، لو في رز صغير تاني تطلعه كده على قد ما نقدر. ماشي، هننضف بقيه الفراخ بالشكل كده، واما نيجي نفتحهم هنوريها لكم. شايفين حبايبي، انا شلت الحته دي زي ما قلت لكم من بدري. تمام، وهنا عند الجناح كده شايفين الحته دي، عاملها كده بالسكينه وهنا كده بالراحه، بدل ما نعور نفسنا ونشدها نرميها كده اهي، ملهاش اي لازمه خالص اهي. دي اللي فيها حته زي الشوكه كده عضميه بتعور، ممكن تلخمك اهو كده، دي ريشه هنشيلها اهو. كل حاجه تمام، كله تمام، فاضل ايه دي، نفتح فتحه صغيره هنا اهي كده بالراحه كده اهي بالراحه، تفتحي فتحه صغيره طلعت حصاله. دي الفرخه دي بسم الله ما شاء الله ايه، واكله كويس قوي يعني، قبل ما تيجي واكله كويس. الفراخ دي انا ما اشتريتهاش، الفراخ ديت انا كنت شاريها كتاكيت
واحده صاحبتي ام اسامه خدتهم عندها في البيت، ساكنه في دور ارضي، ربيتهم على فرخه، ولما كبروا جابتهم لي النهارده عشان بكره ان شاء الله اول رمضان. بص بردك في ريشه تانية اهي سمرا ما بتطلعش بالايد، بتدوس عليها كده تطلع اهي السواد اهو، دوس عليها تطلع. خلصنا كده كل حاجه اهو تمام. نفتح ايه فتحه صغيره هنا اهي كده تجمدي تفتحي، بسم الله ما شاء الله اهي، بسم الله وتسمي اهو كده، حطي ايدك تشدي الحاجات كده بالراحه اهو اهو، باينه يا اسلام؟ اهو طلعي المصارين كده اهو، وادي القلب وادي الكبده. اول حاجه نتخلص من المصارين على طول اهي، شيلها كده اهي، نجيبها هنا ايه في الزبال. نيجي عند عند الكبده، شايفين المراره؟ سبق قلتلكوا قبل كده في الارنب لو انتوا فاكرين، نضحي بحته كبده بس ما نضحيش بالايه بالمراره اللي فيها على الكبده، نعمل كده بالراحه اهو، نجيب كده الكبده اهو امسكها، عايزه اوريها لهم باينه يا اسلام؟ ثواني اتلخبطت من ايه، مراره اهي، ندوس كده على الكبده من هنا حته صغيره من تحت عشان نسحب بيها ايه المراره دي. نضحي حته بالكبده بدل ما نضحي بالكل. اه بدل ما نضحي بايه؟ كل حاجه. نحطها في الميه اهو، نحطها في الميه القناصة دي، شدي دي كده نرميها، والدهون دي كلها اللي فيها تطلعيها بردك ترميها اهو اهو، كل ده نطلعه نرميه، نعمل كده بالراحة فتحة صغيرة فتحة صغيرة، تحاولي تشدي كده فيها اهو بايديكي كده بضوافرك اهو، بصي بالراحة كده اهو، اسحبي اهو كده واضحة اهي، لحد ما تطلع كلها ببعضها اهي، شايفين اهي اهي، تطلع كده مره واحده وترميها في الزبال ادي القناصه، بدل ما تفتحها كلها كده وتشيلها كلها تشيلها كده. فضل مرة فضل ايه بقى جوه الرهنم كده؟ الخيشوم، في خيشومه هنا دوسي كده بايديكي، خيشومه ولا خرشوفه ولا خيشوم خياشيم اسمها ايه دي؟ خيشوم الفشه اسمها فشه، انا اسفه الفشه بتاعت مخ في السمك اهو، دوسي كده عليها طلعيها، بصي تطلع اهي هنا. طبعا عشان الفراخ دي احنا مش هنفتحها، هنسيبها كده عشان نحشيها بصل ورز وكده، هنسيبها سليمة اهو، بصي طلعت كلها ازاي اهو تمام اهو، باقي الدم ده كله يترمي هنا كده في كيس الزبالة جنب اهو، بحط فيه والقلب اهو بتاع الحتة دي مفتوحة النص اهو، اسلام حافظ اصلا باكله دايما بحب اكله، افتحيه بالنص بيبقى فيه دم من ايه من جنبه جوه طبعا، امال انقي الدم ازاي يعني. اه تمام كده يا غلباوي اسلم كده، خلصنا نرجع نحطهم بقى كده، انا عملت ديت وعملت دي قبل كده، هنكمل بقى الباقي اهو. بص نحط هنا في الجردل اهو، لما خلصوا نحطه في الجردل هنا، واجيب واحده ثانيه اعملها والثانيه وخلاص، واما اخلص اوريهم لكم بقى في الاخر تمام كده، فهمتوا الفكره تمام؟ شايفين حبايبي اهو اخر حاجه اهو، شطفته مره ودي مره كمان اهي، بقى بعمل بضفري كده لو بالسكينه زي ما وريتكم من شويه اهو، تعملي كده لما تلاقي واحده سمرا كده تعرفي ان دي ريشه ما طلعتش، تدوسي عليها كده بالراحه على خفيف تطلع اهي، شايفين اهي بتطلع ماشي اهو، في الجناح برده في واحده اهي تدوسي عليها كده تطلع اهي، تجيبي السواد اهي كده ايه. خلصنا وهنا انا مجهزه ايه اربع لميات هم دي اسامر لهم، شايفين وادي الميه هنا اهي، وادي الميه الميه دي، شايفين الجردل ميته تقريبا يجي نصه، حطيت عليه كبشه كده اهوت بايدي كده اهوت ملح وشويه سكر بصل وحوالي كوبايه خل، وهنعصر بقى الليمون ده كده اهو، كل الليمون هنعصره ونحط قشره الميه دي، هعصر كل الليمون في الميه، وهاخد بقى الفراخ من هنا اسمي بسم الله واصفيها من الميه دي واحطها هنا كده، وهسيبها في الميه ديت لمده حوالي ساعتين ثلاث ساعات زي ما انت عايزه في الميه دي كده ماشي، وبعد كده هبقى اشطفها من الميه ديت وهصفيها وهوريها لكم في الاخر بقى تمام، بعد ساعتين ان شاء الله. حبايب قلبي دوت الشكل النهائي للفراخ بعد ما خلصتها خلاص، وخلصت عليا بس بجد كنت مبسوطه، وانا اللي دبحاها وانا اللي منضفاها بجد، طريقه سهله وبسيطه على كل واحده ست انها تعملها، ويارب الفيديو ده ما يكونش كان طويل عليكم ولا مزعج، ويارب اللي مشاركش في القناه يشترك ويفعل لي الجرس ويسيب لي كومنت حلو كده من ايديكم حبايب قلبي، ومشكره لدعمكم ليا دايما، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.